مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، اليوم كنتواجدوا بالطريق الرئيسي لمدينه الرحمه التابعه لجماعه الدرب وعزاء اقليم النواصر. يعني الطريق يعني البنيه التحتيه كارثه لا يرثى لها، اكثريه الى صبات الشتاء كيولوا الحفاري عامرين ما كتسبب في حوادث السير. غنشوفوا ارتصامات ديال ساكنه مدينه الرحمه بكل تواضع. كي كتبان لك اختي الطريق ديال الرحمه؟ مكرفصه مكرفصه بزاف، صباح كل صباح وكل عشيه كندوز منها تقريبا، كيكون هنا بزاف ديال الزحام وبزاف والناس وما كيخليوكش تدوز، واخا يشوفوك بالتربيه بحال هكا كيبقاو يتزاحموا باش يدابزوا هنا يدوزوا. وعطى الله الحفاري كي كديري مع الكروسه في الحفاري؟ ايوا ما عندي ما ندير، شحال من مره الرويضه ديك النهار ترست لي على حساب الحفره هنايا، هاد البلاصه هادي ترست لي هنايا في هاد البلاصه ومع الشتاء. وشي رساله منك؟ ايوا كنتمنى المسؤولين يشوفوا في هاد الشيء هذا ويشوفوا ما يديروا، حيت راه مكرفصه بزاف والله العظيم. خويا مكرفصين ومعذبين بزاف، محنين بزاف، لا في البيس ولا في الشتاء ولا في الغيصه، الطريقه ديالها ما بغاش كاع تكمل. وكنطلبوا من الحكومه باش تقوم معنا في المشروع هذا، جابونا لاحونا هنايا وخلونا مكرفصين. كنطلب من رئيس الحكومه وكنطلب من وزير الداخليه يشوفوا الطريق ديال الرحمه، راه كاينين الكنيز موته كيتمنوا في الطوموبيلات وحنا معذبين. والغيس والتكرفيس وما كيدورش الشال الاول والغبره والعذاب، هادشي اللي كاين اخويا. حنا كنطلب من رئيس الحكومه سي خنوش يشوف هاد الشارع هذا ديال الطريق الرحمه، راه حنا معذبين فيها. شريفه من الساكنه ديال الرحمه. من الساكنه. كيف كتبان لك الطريق هذه؟ ولا اله الا الله محمد رسول الله، شغنقول لك اوليدي عينا بالتماره وهاد هاد الشيء اللي وقع، لا اله الا الله محمد رسول الله، والله وليدي لا تمحنا ولادنا تمحنوا، لا ترونسبور مقاد لا حتى حاجه مقاده، عدوا حاجه تاخذوا من اللي خدنا توحنا في ترونسبور وحنا في المعيشه وحنا في كل شيء، لا اله الا الله محمد رسول الله، يدير تاويل من عنده. وشي رساله للمسؤولين عن باش يقادوا؟ اش غنقول لك مسؤولين محال واش كاينين؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ما كاينينش؟ لا هما ما كاينينش، ما عمرنا شنا اي حاجه، حنونا وليدي هاد الحفاري، محنونا لا حنا لا ولادنا. ما قلت لينا نخرجوا لحنا لولادنا، ولينا نخافوا بالليل نخافوا بالنهار، ما يدير تاوين من عنده. لا تبشروا بخير اخويا، علاش؟ لان تنتمنى من المسؤولين هنا خصوصا في مدينه الدار البيضاء اللي هي مدينه اقتصاديه، مدينه كبيره ومعروفه، ويعني خاص بالنسبه للجد في العمل ديال الانسان، علاش؟ بحال هذه المسائل اللي تنشوفها انها طريق رسميه خاص يكون الاستعجال. الاستعجال فيها يعني خاص ما يمكنش هذاك الشيء يبقى يعني سماطل والانسان تكون عنده 8 سوايع فقط، شديتي واحد البروجي خصك تقد به، بمعنى تكون على الاقل كانت الخدمه بالنهار ما فيها باس، لا تكون خدمتها بالليل، فهمتيني؟ البروجيات موجودين والخدمه موجوده والفلوس موجوده، فلهذا يعني بالنسبه لي انا تندوز عندي دراجه ناريه، هي في الحقيقه يعني نمشي نخرجوا من البيت ديالنا نقيين تنوصلوا للعمل ديالنا كاع مغبرين، بحال كنا في شي حفره كنا تنحفروا. وهذا لا يبشر بخير، هذا الشيء الراي ديالي بالنسبه لي. الطرق كلها محفره، ما اشغال فيها شويه معطله ما مسربيش داك الشيء. وشي رساله منك للمسؤولين؟ ايوا كنطلبوا منهم يسرعوا بالاشغال ديالها بعدا ويسربيو داك الشيء، ما يعطلوش بزاف، راه مع الشتاء دابا راه الطريق مهلوكه كاع فضيه. لقيتات اللي كيكونوا عامرين، انت بالنسبه لك انك انت يعني كتحمل البضائع، يعني لقيتات اللي كيجيوك اصعب؟ والصباح كتكون مخنوقه كاع الصباح والعشيه بزاف. العشيه والصباح بحال الصباح بحال العشيه، تكون مبلوكيه. ونتمنى هاد الرساله ديالك توصل للمسؤول على ربي.